تعليقه على ما على هذا الخطاب؟ مفيش تعليق غير دي، مفيش تعليق اكتر من الجزمة لهذا الخطاب. مفيش تعليق غير كده. يقف علينا رئيس الجمهورية الآن، رئيس الجمهورية السابق، المجنون بالسلطة، المجنون بالكرسي، هذا الرجل الملاوع الكذاب الخادع، وتلك الجماعة التي لا تعرف طب طب خلاص اشرب ميه، اشرب ميه. اهدى استاذ ايهاب، اهدى اهدى يا استاذ ايهاب، مش كويس كده. اهدى اهدى، معلش معلش. طب اهدى، هو مش عارف ان هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا كايرك الشاطر، هيتدفن في متر في متر. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش، ما بيشوفوش. امي مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرات، بيكلمني عن ايرادات في الخارج والداخل. هو اللي بعت لي بريز وبعت لاوباما ويحتمي بالامريكان. هذا الرجل، ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهوريه يطلع يدعمه يحس انصاره عليه الان. هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم في اصل الوطن حرام. وضعب له محمد مرسي عيط طلاب العادة باتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يخرج في المهديد. احنا لو اردت نخرج الناس للمهدي ما كنش عارف نخرجهم زي ما محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجنرات ده؟ دي مرسي سمعت صاحبت سبع ترسل الحضارة حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكل المصريين، لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات طب استاذ ايهاب عليه أنا انه هو انا خايفه عليه انه هو استاذ ايهاب، استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطري. عليه انه انا خايفه بس عليه، يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت. انا خايفه عليه. ومصر مقبره الارهاب والتطرف، انتهت خلاص. اكذوبه الاسلام عشان انت عندك القلب يا ايهاب. ما شفناش راجل منهم من قاداتهم. اهدى اهدى، انت عندك القلب. يطلع هو يا ايه ده؟ هتموت كده، هتموت كده. هيبقى في مواجهة مين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في مواجهة الجيش والشرطة والشعب. نجيب له ايه اكتر من 33 مليون؟ عشان خاطر ايه ده؟ ايه ده؟ انا خايفة عليك والله. نقصوا على الدستور وحرسه. ايه ده بس؟ ايه يوم ما عمل ايه على الدستور؟ يا حرام 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 حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى بس، اهدى بس. انا خايفه عليك، مش مستاهله الحكايه. حاجه ما يستاهلش، مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص، طب خلاص، والله ما يستاهل. فين العقل وفين؟ والله مرسي ما يستاهل تروح فيه. طيب نطلع لفاصل. ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل. اللي حصل في مصر ده؟ نطلع بجوري. اطلع لفاصل، اطلع لفاصل. ما يستاهلش تطلع تروح فيه. اللي حصل في مصر؟ طب اهدى.